شكرا لهالفرصة هاي اللي اعطتوني اياها انه احكي اليوم بتيدكس جامعة القدس. المزبوط لما اجوا طلبوا مني اني احكي فكرت في ايش الموضوع اللي بدي احكي عنه، وكنت ريفلكتد على السنين اللي قضيتها مع الطلاب بمجال التعليم. حوالي صار لي 19 سنة بعلم جامعة القدس، وأكثر شغلة بشوفها مع الطلاب اللي أنا بفتخر إني أنا قريب منهم هي موضوع الكونفيوجن اللي كونستنتلي بشوفه عند الشباب والصبايا. بيجون الشباب والصبايا بيعرفوش إيش بدهم، بيعرفوش إيش اللي الأهداف تبعتهم، مش متأكدين من التخصص اللي دخلوه، في كونفيوجن عندهم. فحكيت اليوم انه نقيت الموضوع اللي بدي احكي عنه هو موضوع الكلاريتي، الوضوح، أهمية الوضوح للشخص على أساس انه يعمل قراراته وياخذ القرار الصائب لإله لشخصه للبرسوناليتي تبعته. المضبوط انه كليته هذا موجود، في علم عليه. العلم بقولنا انه اذا الشخص شايف في حياته انه ما في عنده خيارات معناته بيكون الايموشنال ستيتس تبعته نيجاتيف. اذا الشخص كان في الكوادرنت هذا انه اي هاف نو تشويسز، بيكون الشخص مش حاسس حاله انه حياته كويسه ماشيه، وهذا إشي مش كويس لانه وي كان ريليت تو في بلادنا. بيجوك هالطلاب ما فيش، بلدنا زفت، بلدنا مش بعرف شو، فيش خيارات عندي، اجين ات ليفز في نيجاتيف ايموشنز. On the other hand, there are some people that create so many choices in their life. ولما يكون في so many choices بيصير confusion. طب إيش أختار، هذا ولا هذا؟ Okay. There is a sweet spot اللي هي اللي فوق، اللي بيكون عندك خيارات واضحة وأنت بدك تنقي بيناتهم. إذا كان عندك few choices اللي أنت نقيتهم، هدول few choices بناء على إيش أنت أو أنت مهم لكم، ساعتها بيصير الخيار أسهل وبيصير عندنا positive energy. أوكي، هلأ الإشي اللي بيصير بالحياة إنه life present to us a lot of choices. The choices that we make, small decisions that we make early on in life can have huge consequences down the line. وكليتنا منمر بهيك decisions that we have to make، هيك قرارات مفصلية عنا، أدبي ولا علمي، إيش أدرس، أني جامعة أروح، كيف أختار my partner. كل هاي الأشياء المهمة في حياتنا، أوكي، في process لازم نعرفها in order to make the right decision for us. The process هاي هي إنه الواحد يكون صادق مع نفسه. أوكي، أنا دائما بحكي إنه من أهم الوقت في نهاري الصبح لما بدخل على الحمام وبسكر الباب بكون لحالي وبطلع بالمراي. بطلع بالمراي مش بس على شكلي، مش بس على شعري، مش بس على أوعية إذا كان ماتشينج، لا، بطلع على المراي deep inside my soul، بطلع على روحي في المراي وبسأل نفسي am I happy with myself؟ Am I happy with my decisions؟ Am I happy where I am right now؟ Am I happy with my job؟ إذا الجواب نعم هي ممتاز، معناته أنت عمالك بتعمل الأشياء اللي مريحتك المهمة إلك. إذا الجواب لا، معناته you need to do something about it. هلأ إذا كان أنت كنت صاد أو أنت كنت صادقين مع نفسكم وحكيتوا مع المراي you identified إيش الإشي المهم بأنا حياتي، إيش الأشياء اللي makes me happy
وهذا الحكي is about each one of us. يعني what makes me happy ممكن يكون يختلف عن what makes each one of you happy. So كل واحد فينا لازم يكون صادق مع نفسه وينقي الأشياء اللي بتخليه هو happy. هلأ لما أنت تكون صادق مع نفسك وتعرف إيش الأشياء المهمة إلك، مش إلي، مش لأبوك، مش لأخوك، مش لجيران إيش رح يحكوا، إلك إيش المهم، ساعتها التشويسز هاي اللي حكيت لكم عنها اللي أنت بدك تختار منها بيكون أسهل، لأنه أنت بتكون سائل نفسك إيش المهم إلي قبل ما تعمل الديسيجن تبعك. Alright. بدي أحكي لكم my own personal experience. A personal experience that I had. كان واحدة من القرارات اللي أخذتها بحياتي اللي كان مهم جداً لما كنت في أمريكا. كنت في أمريكا. كنت ناجح في أمريكا. كنت أشتغل مع أكبر شركات العالم بالـ R&D division. كنت أشتغل مع شركة فايزر. كان عندي بيت that I owned. I was married, I had kids. Life was wonderful. I should have been happy. بس لما أخذت اللحظة هاي أطلع على نفسي بالمراي, I found out إنه I'm not happy. I'm not happy. ليش I'm not happy? هاند بتيجي لحظة الصدق. I'm not happy because كل هذا البيت والشغل والمصاري والإنكم مش هذا هو اللي بيخليني سعيد. اللي بيخليني سعيد واللي أنا بدي إياه والمهم إلي هو إني أكون هون في بلادي بين أهلي بين قرايبي، أشوف أمي وأبوي عم بكبروا، أكون واقف جنبهم بمكبرهم، أشوف أولادي بيعرفوا عيلتهم. هذا كان المهم بالنسبة إلي. هلأ أنا في ناس مليان بعرفها ظلوا في أمريكا و they're very happy. Good for them. I'm not judging them. Wonderful. I'm happy for them. But that wasn't good enough for me. It's not what I wanted. It's not what made me happy. وهذه basically المسج اللي أنا بدأ أوصل لكم إياها. Don't make your decisions based on what makes others happy. Be honest with yourself and make your decisions based on what works for me. What's important to me. Okay? هلأ الإشي اللي بعده إنه basically once you make your decision never look back. Never look back. كتير بقابل ناس كانوا في أمريكا، كانوا بالسعودية، كانوا بدبي، وأخذوا قرار وبس يجوا هون بيصيروا يقول أخ لو إني رحت، لو إني كنت، لو إني رجعت، لو إني ظليت هناك. It doesn't work that way. Once you make your decision, go for it. Never look back. Because if you look back, all you're doing is creating confusion for yourself. Okay? So always look forward and always try to find out, work on your decision. خلاص, you commit to it, make it happen, make it work. الشغلة الثانية اللي بشوفها أنا واللي بلاحظها وهذه رسالة أنا مني للجميع إنه يا جماعة الخير أوكي and I came back. One of the most important things that makes me happy is to be able to make a difference. أنا رجعت على جامعة القدس. واحدة من الأهم الأشياء اللي بعتبرها إنجاز في حياتي is the ability to make a difference in my students' life. You know, is that my ability to influence, and the ability to contribute, the ability to teach. You know, basically, the students اللي بمروا علي ببداية سنة ثالثة ليطلعوا من نهاية سنة ثالثة بيكونوا different people. Okay. So, بالنسبة إلي, that was my way of making a difference. هلا سؤالي إلكم, كيف أنتوا you're gonna make a difference? How are you gonna make a difference with whatever you decide to do? Each one of you has to look in the mirror and ask yourself the question, how am I going to make a difference? إذا كل واحد فينا works to make a difference, works to change the environment that they're set in, معناته إذا أنا حسنت وإنت حسنت وإنت حسنت, overall,
رح يتقدم مجتمعنا ويتقدم ناسنا ويتقدم البلد تبعنا. و God knows there is plenty of room for improvement في بلدنا. اوكي؟ هلأ الشغلة اللي بعدها بدي أحكيها إنه basically مليان في أشياء ممكن تضوع وقتنا و distract us from the things that are important to us. تلفزيون وسوشيال ميديا كل هذا it's okay in moderation. بس المشكلة اللي عم بشوفها إنه بطل في moderation, صار في obsession. Please pay attention to the fact that this will distract you from what's important to you. It will distract you from your mission. Okay? آخر إشي, just as an example of something I went through, again, being honest with yourself, being very clear with yourself about what's important to you. من يوم ما إجيت على البلد, من يوم ما دخلت على البلد, الكل بقول لي اعمل لك بزنس. Okay? هلأ أنا, again, it's a decision. I had to be honest with myself. Am I the type of person that has the mindset of risk-taking, you know, business ideas, وكل هالحكي؟ ولا am I the kind of person اللي discovery-oriented و knowledge-oriented? الوضوح اللي أنا عندي إياه إنه أنا from this quadrant. أنا مش زلمة تبع business. أنا تبع discovery, أنا تبع knowledge, أنا تبع teaching. That's what makes me happy. That's what's worked for me. هذا هو اللي أنا أبدعت فيه. I have nothing to say إلا كل الاحترام لحدا entrepreneur وبده يسوي business. كل الاحترام. بس it's not me. Okay. ولأني بعرف نفسي وبعرف what's important to me وبعرف what I'm good at, معناته it leads me to make the right decisions that work for me. Okay. بدي أخلص اليوم أحكي لكم عن story حكوا لنا إياها من زمان بس it stuck with me, it worked for me. الستوري هاي كانت عن مسابقة ركض. واحد لازم يروح من منطقة لمنطقة بأسرع وقت ممكن, بس المسابقة بالتلج. فthere are two conditions to win, إنك تركض بأسرع وقت ممكن وإنه توصل in with a straight line. الكل تغلب بالسباق إلا واحد was able to reach the end line in record time. لما سألوه إيش السر تبع النجاح تبعك, قال لهم السر تبع النجاح تبعي إني أنا حطيت عيني على الجول and I ran towards the goal. I didn't worry about إنه الخط مستقيم ولا لا, لأني أنا مركز على الجول الخط منه لحاله طلع مستقيم. غيري طول ما هو بيركض وهو بيطلع وراه عشان يشوف إذا الخط مستقيم. So اللي بدي أحكي لكم إياه, select your goal, work hard to achieve it, run towards it, and never look back. Thank you.